الرد الذي تسببناه يوم أمس من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث نقوم حاليا بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة. ونؤكد بطبيعة الحال بأن دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة ملتزمين في شراكتنا لإيجاد إنهاء لهذه الحرب وصفقة لتبادل الأسرى والرهائن. وفي هذا الإطار أيضا نقدر الجهود الحثيثة التي بذلها فخامة الرئيس بايدن في سبيل توحيد الرأى والتوصل إلى هذا المقترح بصيغة تقرب قدر الإمكان بين وجهات نظر الأطراف. وكما ذكرنا في عدة محطات سابقة، مثل هذا الاتفاق يأخذ الطرفين أن يقدموا التنازلات إلى حين الوصول إلى تسوية مناسبة والوصول إلى اتفاق. فنحن في دولة قطر مع شركائنا ملتزمون بجسر الهوة ومحاولة حل هذه الفروقات في أفضل وسيلة لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. ونوجه رسالة للجميع أن كل يوم نخسره في هذا المجهود هو خسارة للأرواح ولأرواح المدنيين والأبرياء. يعني خلال الأشهر الثمانية الماضية للأسف نرى الكارثة تزداد يوما عن يوما، ونرى مزيد من الضحايا خصوصا من المدنيين سواء كانوا الأطفال والنساء في قطاع غزة. ولا شك أن يجب علينا أن نقف بموقف واضح، نطالب بإنهاء هذه الحرب. 37 ألف واحد ما يقارب 37 ألف شهيد حتى الآن و 84 ألف جريح. ناهيكم عن استمرار سياسة العقاب الجماعي والتجويع الذي يتم استخدامها تجاه الأشقاء في غزة. نحن نشهد أيضا تحول في هذا الصراع في الفترة الماضية، وهناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء هذه الحرب. وطبعا في هذا السياق رأينا قرار مجلس الأمن الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وصفقة لتبادل الرهائن والأسرى والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة. ونحن في دولة قطر نرحب وندعم هذا القرار. خلال الفترة الماضية طبعا عقدت عديد من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية شاركنا فيها في دولة قطر لتوحيد الرأى.